السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة هنعمل إثبات السحب الثالث للموقع الاستثماري. الموقع ليه خطة اللي احنا شغالين عليها، 67 ساعة بتحط 100 روبل بتسحبهم 200 روبل. أنا لحد الآن ساحب 155 وعندي 83 روبل. هنخش على المحفظة الاستثمار في الموقع من الخانة دي، اهو بتحدد البنك من هنا، ومن هنا بتحدد الخطة اللي انت هتشتغل عليها، الخطة اللي احنا بنشتغل عليها اهي لمدة 67 ساعة 200 روبل. الأرباح بتضاف لك كل 3 دقايق 15%. هنخش على السحب من هنا، ممكن ترجعوا للفيديو الأولاني لشرح الموقع، ودي سحوباتي من الموقع اهي. هنيجي من هنا هنحط رقم المحفظة، وهنحط المبلغ 83، وهنخش على بنك البير هنلاقي 706 706، وهنعمل طلب سحب. او تم بنجاح الدفع. هنخش على بنك البير 706، هنعمل ريفريش 788، وبكده السحب وصل اهو، وبكده الموقع لحد الان صادق والخطة شغالة تمام. انا نصحت الناس يشتغلوا على الموقع دوت في اوله كده، نستخدم منه خطة ولا خطتين هنستفاد منه استفادة كويسة جدا. وبكده يكون انتهينا من الشرح، وهسيب لكم رابط الشرح الاولاني اسفل الفيديو. ولو عجبك الفيديو متنساش دعمنا بلايك، وجداد معنا شاركوا في القناة، واي استفسار سيبولي تعليق اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.